إمام محمد الكمبرجي. إحنا كنا في سكان المغراءة، كنا أنا وجوزي في غزة، وصار اللي صار يوم سبت، ورجعنا تاني على المغراءة، قلنا بدنا نشوف الدار إيش صار فيها يعني. الحاصل رجعنا تاني لقينا جنبنا قذيفة جنب دارنا، الشبابيك راحوا، الدار راحت، وين بدنا نروح؟ أخذت الحج ورحنا على المدرسة، في مدرسة قبل المغراءة الوكالة، سحبنا حنا ورحنا على المدرسة الوكالة. قعدنا فترة يعني، قعدنا أسبوع أسبوعين في المدرسة الوكالة، صار خبط ورقع فيها يعني، وصار قصف في قلب المدرسة، في جرحى، يجوا الأسعافات ياخذوا كذا، ما نعرفش نطلع من باب المدرسة، مش عارفين نطلع، ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة ولا إشي. برضو كمان مرة صاروا يرموا مناشير في قلب المدرسة الوكالة في المغراءة، صاروا يقولوا اطلعوا، صاروا يرموا مناشير اطلعوا، طلعنا، وين بدنا نروح وين بدنا نيجي؟ صار سيارات تركات على باب المدرسة. الحصله طلعنا جوزي بالعافية عشان اجريه، طلعت جوزي بشحن، سحبنا حالنا واحنا ماشيين في خط الانصارات، انصارات برضه رموا علينا، برضه قذيفة رموا علينا اليهود، برضه صارت الناس تشرد هان وهان وهان، مش عارفين وين يروحوا ويعيطوا. جوزي يقول لي انصبطي، قلت له لا انا انصبط انت، يقول لي انا لا. صعب شحكي، صعب 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 اللي شفته انا، صعب عن جد. اولادي مفرقين، بنتفادى بنتفادى بنتفادى، شلنا انا والحاج وصلنا لمدرسة الانصارات، نزلنا انا وياه تعبان بالمرة، انا وياه يعني من غزة للمغراء للمدرسة الوكالة، واحنا ماشيين تعبنا انا وياه. نزلنا انا عند المدرسة قلت له وين نروح يعني، ولا شاكل ولا اي حاجه ولا ايش ولا اشي، تركنا اوعينا، تركنا حالنا في المدرسه، فراشنا، مخداتنا، كله كله كله. طلعنا هجينا باللي تفهميها في وطلعونا، بقول لك باللي تفهميها، نزلنا عند المدرسه، طلعت هيك اقول وين بدي اروح، ولا شاكل ولا حاجه ولا 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 اكله ولا ايش ولا ايش. انا وياه نزلنا، وقفت في نص الشارع اني طلع جوزي بالكرات، بس بكرة اني اوصل عند دار سلفي بس، ولا حدا ولا حدا يمشي، وين بده يرتمي على الارض، يرتمي على الارض. الحصب صرت اوقف في نص الشارع، صرت اعمل هيك للناس، بعرضكم بس طلعوا لي هالزلمة الكبير. الحصب طلعونا ونزلونا اخر اخر انصارات على الشارع. طيب ما بدي انزل اطلعه تاني على دار سلفي، مش عارفة، ناس أمم ناس أمم، ولا واحد راضي يطلعه لو بأي إشي. وقفت في نص الشارع، صرت أعمل هيك لأسعافات، لا سيارة لا كهرب، أعمل هيك في نص الشارع، قلت انفصلت مش مشكلة، بس بدي أوقف حدا اللي أطلع جوزي، مش قادر يمشي. صرت أعمل هيك في نص الشارع، إلا بجية أسعاف من بعيد، قلت وقف، قال لي ايش في يا اختي؟ قلت له ايش اللي في يا اختي؟ بعرضكم، ابوس ايديكم، ابوس اجريك، بس طلعوا لي هالزلمه بعرض، يا عمي طلعوه، هو انا بقى انا بدي يعني اروح معاه يعني، انا وراه، بس هو طلعوا لي اياه. قال لي وين رايح يا اختي؟ قلت له عند دار سلفي، عند دار في المغازي، بس نزلوا لي اياه. قال لي احنا ما بنقدرش ننزل لك اياه، احنا مش مهمتنا ان ناخذ يعني، احنا مصابين. قلت له بس نزلوني اياه وين ما كان. قال لي اطلعي حجه معانا كمان انت. طلعت انا وياه، نزلوا لي نزلوه يعني بارك الله فيهم عند الشارع، بس بدها مسافه طويله لما ننزل. نزلت قعد على الارض، ارتمى على الارض، قال لي خلاص تعبت مش قادر بالمره، ولا من هالهان. قلت له طب انا ايش اعمل؟ طب وانا التاني زيك، انا هيني قاعده، لما تجيني الله يحن علي بكره ولا بسياره. ولما اجت هالسياره وقفتها، قلت له بعرضك يما حبيبي يما، بس طلع لي هالزلمه عند دار سلفي
الحصر بقول اطلع يا خالتي، الحمد لله حن علينا طلعنا عند دار سلفة ونزلنا. هي اللي صار. نفسك ترجع بيت؟ طبعا بدي ابوس التراب دارنا، بدي ابوس الحيطانه، بدي معي 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 القعده، معي كرامته الواحد لما بكون في بيته. يا خالتي ايش اكثر شيء بتتمني حاليا؟ اتمنى اني ارجع على دارنا، اقعد في داري، اكل في داري. والله تعبنا، اشوف اولادي، اشوف حواليا، ايش اول اكله بدك تطبخيها بس نرجع على البيت ان شاء الله؟ اي حاجه، اي حاجه بضهري زاكيه، اي حاجه، لا اي حاجه ان شاء الله. اقول لك نتفه ملح وخبزه فضاري احلى حاجه يا رب، بتمناها من الله. نرجع اليوم قبل بكره، لان انت شايفه يعني الحمد لله.